الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى يفتيكم. مرحبا باسم الجميع هنا بضيف ومضيف لقاءاتي هذا برنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد في وزارة التعليم. شكر الله لكم وأهلا بكم. حياكم الله شيخ ناصر وبالأخوة المشاهدين. إذا أهلا بالشيخ الكريم وأهلا بكم، أهلا بوصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا. ونبه أيضا إلى أن هاتف الجوال الذي يستقبل رسائلكم عبر الواتساب أحدث خدمة جديدة مجانية، وهي التراسل وإرسال المقاطع التي تسجل تباعا إليكم واستقبال أسئلتكم وعرضها تباعا على المشايخ الفضلاء. هذه الخدمة مجانية. طيب، إذا الشيخ الكريم أبدأ ريثما يهيئ الإخوة فريق الإعداد مجموعة صلاة، واستأذنكم في قطع الاتصال إن ورد اتصال من خارج السعودية عن ما سأل عنه كثير من الإخوة والأخوات في شأن صلاة أهل الأعذار، خصوا منهم المريض. هل كل مرض يعذر به صاحبه بترك الجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن الكلام في أهل الأعذار طويل، لكن نأخذ هذه الجزئية منها أو جزئيتين منها، وهي نوع المرض أو الضابط في المرض الذي يترخص به الإنسان في الأحكام، سواء كان هذا في الصوم أو كان في الصلاة أو في يعني في الفطر في رمضان أو كان في الصلاة، يعني أن يصلي قاعدا بدل قائما أو يصلي جالسا يعني أو يصلي واقفا أو شبه ذلك بما يقدر عليه، والقدر الذي به تكون الأركان تسقط عن هذا المريض. فهذه مسألة فيها قدر قد أجمع عليه أهل العلم وفيها قدر قد اختلف فيه أهل العلم. أما المجمع عليه بين أهل العلم فهو ما دخل في قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دخل تحت طاقة الإنسان وقدرته فهذا واجب عليه بإجماع أهل العلم. وأما نوع المرض أو الضابط فيه الذي يبيح الترخص بها بالأحكام فهي مسألة قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على عدة أقوال. فمنهم من قال مطلق ما يسمى في المرض، ولهذا روى البخاري رحمه الله عن بعض التابعين أنه لو قلع سنه فإنه يترخص بالفطر. وقف يا شيخ. نعم. معنى اتصال من العراق، فرج الله عنكم. أخي مهند تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي العزيز، أنا أشتغل بمكتب مال طيافة. تشتغل في إيش؟ مكتب مال طيافة. من الهاتف، صدقني يعني التلفزيون يؤخر الصوت، من الهاتف فقط. تشتغل في ماذا؟ أنا أشتغل مكتب مال طيافة العلاقات الأجنبية. مكتب العلاقات الأجنبية؟ صرافة. أنت تعمل في محل صرافة للعملات الأجنبية؟ نعم، والحكومة البنك المركزي ينطينا الدولار بعد أسبوع ويستقبل الدينار مالتنا، يعني اليوم ينطينا الدولار ورا أسبوع. هل هذا جائز؟ يعني أنت تعطي البنك المركزي ما لديك تريد صرافته فيردون عليك الصرافة بعد أسبوع؟ يعني أنطي الدينار اليوم، العملة أنطيها اليوم ونفس السعر اليوم ثابت، أستلم الدينار بعد أسبوع. تستلم إيش؟ أستلم الدولار، يبيعوا دولار هم. طيب، تستلمه حالا في نفس المكان ولا بعد أيام؟ لا بعد 7 أيام ينطوني دولار هم، يأخذون مني على آخر يوم ولا 7 أيام ينطوني دولار. طيب، عندك سؤال شيخي؟ واضحة. طيب، عندك سؤال آخر يا أخوي مهند؟ شكرا لك. معنا متصلون يا اخوان. من؟ طيب، اذا رن هاتفان يا اخوان، اقل من هاتفين لا ترفعونها رجعا، ثم اذا رن الهاتفان يدخلان مباشره.
طيب شيخ الكريم، نعود إلى ذكرتم قضية المرض، قالوا السن، وفي حديث البخاري يعني الضابط في المرض الذي يبيح الترخص ب يعني أحكامه. فمن أهل العلم من يعني قال بالأقل، ومنهم من أخذ بالأشد. فنجد مثلا البخاري رحمه الله لما جاء إلى ذكر الصلاة يعني قال باب القدر الذي تترك به الجماعة في الصحيح. ثم إنه رحمه الله أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقوم فأغشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان البخاري يلمح إلى هذا، إلى مذاهب أهل العلم في ذلك. ومنهم من يفرق بين الصلاة وبين الصوم أو وغير ذلك. والصحيح الذي تبرأ به ذمة المكلف أنه ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين كما في الصحيح، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فما دخل تحت استطاعة الإنسان هذا الذي قرع سنه يستطيع أنه يصوم ويصلي ويستطيع أنه يصلي ويستطيع أنه يقوم بأحكام بما أمره الله تبارك وتعالى به. وقفها مع اتصال من ليبيا. أخي أحمد، أعتذر على التأخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسمعك يا شيخ، تفضل. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ لو سمحت. بكل سرور. الأول يا شيخ، السؤال الأول، اللي يسب في الله يا شيخ هل هو كافر ويجب قتله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، ما هو ما يجب من حلقة من شعر الرجل يا شيخ؟ شنو هو اللي يجب حلقة من شعر الرجل؟ من شعر البدن تقصد؟ لا كله يا شيخ، في جسم الرجل، في جسم الرجل يا شيخ. الجسم يعني كاملا. ايوه يا شيخ. وكم يوم يجب عليه تنظيف نفسه يا شيخ من الاشياء هذه؟ طيب بارك الله فيك يا شيخ. بس هذه هي. يلا من معنا يا اخوان؟ طيب ارجو ان تمنحوني فرصه، لا ترفعوا السماعه رجعا. طيب نعود الشيخ الكريم إلى ما أي المذهبين ذكرتم، مذهب بعض الفقهاء الذين تساهلوا أخذوا الأدنى والآخرون الذين أخذوا الأعلى. ذكرتم أيضا ختاما لحديثكم حتى أعيد ليفهم الإخوة أن الفيصل فيه حديث عمران بن حسين المحفوظ المشهور، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. طيب قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع، هو يخاطب المريض، هل الاستطاعة من عدمها يحددها المريض ذاته؟ بلا شك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن لم تستطع، يعني أنت. فأشار إليه هو، والذي قلت إنه تبرأ ذمة العبد بهذا هو الإنسان سيحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا بينه وبين الله. فمن يعني يتشكى أو يزعم أنه مريض وليس بمريض فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، لكن نحن نعطيه هذه القواعد التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وهذا الحديث فيه فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى أن الصلاة تجب على الإنسان في حال قيامه، ثم حال قعوده، ثم حال كونه على جنبه. إذا عجز ويقاس عليه على ظهره، إذا عجز عن هذه الثلاثة فإنه قد اختلف أهل العلم ما الذي يجب عليه. فالمشهور من المذهب وفاقا لمالك والشافعي أنه يجب عليه أن يصلي بطرفه مع قلبه، طرفه يعني طرف عينه، طرف عينه نعم. أيوة. يعني يومئ بها. وهذا على كل حال يعني كما قلت هو المشهور المذهب. والرواية الثانية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يجب على العبد بعد ذلك لحديث عمران هذا الذي قلت. فهذه هي الفائدة الأولى. لكن إن أراد الإنسان الاحتياط يعني يصلي بطرفه مع قصده الذي هو مع قلبه حتى يميز الركوع عن السجود والجلوس إلى آخره. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية في أن هذا الإنسان الواجب عليه القيام. فمن هنا نجد بعض الناس في مثلا في الطائرات أو بعض الناس في المطارات أو في غيرها تجده يصلي وهو جالسا وهو يستطيع القيام، وهكذا نراه في بعض المساجد لبعض المرضى. هذا الواجب عليه أن يصلي قائما. إن كان يقدر على لا يقدر على الركوع ولا على السجود فإنه يصلي قائما
ويصلي قاعدا إن استطاع القيام، والقعود فيصلي قائما وقاعدا، ويومئ بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا. هذا هو الذي يجب على الإنسان، ولا يجوز له أن يجلس ابتداء وهو يقدر على القيام، لأن القيام ركن باتفاق أهل العلم. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة التي تساهل فيها مع الأسف كثير من الناس، إذا كان يترتب على ذلك مضرة من كون السفينة ولا كون الطائرة فيها اضطرابات جوية أو أشبه ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الذي يقدر عليه الإنسان يدخل في طاقته وهو واجب عليه. بالنسبة للطائرة قد يكون مقاعد منحسرة أو متقاربة، بالكاد يقوم يكبر تكبير الإحرام ثم يجلس، ما يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يومئ بالركوع وهو قائم، ويستطيع أن يومئ بالسجود وهو جالس. نعم، هذا الذي قلنا وهو واجب على الإنسان. الآن المريض الذي وهو تكاثرت فيه الأسئلة حقيقة، ليس على المريض فقط بل على ذويه، بعض المرضى يعني يثقله الذهاب المسجد ويتعبه ويشق به حتى في الجمعة، وتجده يشق على نفسه وعلى ذريته وعلى من حوله للذهاب، وآخرون للأسف ترخصوا لأدنى زكام يجلس البيت. أنا سأعلق على 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 زكام وعلى أدنى زكام، يعني اللي هي في الأمراض المعدية. بالنسبة لي يعني هذا الإنسان الذي ترخص بالجماعة وليس له رخصة لا شك أنه آثم، وإن كان هذا القول من المفردات الإمام أحمد خلاف الأئمة الثلاثة، لكن لا يحل له، بل هذا شأن المنافقين كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون هذا من النفاق، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الصحيح. أما بالنسبة لهذا الإنسان المريض الذي يشق على أهله، مثل أن يقول لبنته ولا يقول لزوجته ولا يحملونه وكذا، هذا يعني يكون الحقيقة فيه من إن احتسبوا عند الله تبارك وتعالى، فهذا الأمر يعني لا بأس به، لكن كون هذا الإنسان يشق على الناس في حمله ووضعه وإلى آخره، فأنا لا أرى له أن يفعل ذلك، لأن هذا يعني قد نص الفقهاء رحمة الله عليهم في مسائل هي أدنى من ذلك في شرط الصلاة وهو الوضوء، أنه لا يكلف الناس ولا يأمرهم ولا يثقل عليهم ولا يعني يضطرهم إلى أشياء، ومنها مسألة شراء الماء قد اختلف فيه، هل يجب على الإنسان أن يشتري الماء أو، فهذا هذه المسائل التي قلتها إن الخلاف بين العلماء فيها قائم قوي، فكيف في هذه المسألة التي يعني يشق فيها الإنسان على الناس في كل فرض الذين لا تجب عليهم الجماعة، أما إن كانوا أولاده فهذا لا بأس به. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لمن عنده أمراض معدية كالزكام، أنا لا أرى له أن يحضر الجماعة، يعني هذا الذي فيه يعني الأمراض الإنفلونزا المرض المعدي عموما، ومنها هذا ما دمنا الآن في فصل يعني الشتاء، يعني تجد أن الذي يصلي وفيه الزكام تجد أنه يتمخط بيده ويده مبلولة أحيانا وفيها رطوبة، ويسلم من على يمينه وعلى يساره، وهذا يحصل ما في شك، نحن نرى في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في الصحيحين وغيرهما إلى أن الرجل إذا أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو لا يقربن مساجدنا، هذا لوجود التأذي بالرائحة، فالتأذي بنقل المرض لا شك أنها أقوى، يعني فلا يليق بالإنسان. نعم لو استطاع الإنسان في مرحلة يعني ضعف نقل المرض المعدي أو الذي عنده سواء في الإنفلونزا أو غيرها أن يضع كمام، وهذا جيد يضع كمام، والأطباء يسأل الأطباء يعني عن نوع الكمام، لأن ليس كل الكمامات على درجة جيدة من نقل العدوى، من عدم نقل العدوى يديه. نعم وهذا موجود، يعني موجود في مثلا في اليابان تجدهم يضعون الكمامات الذي يضع الكمام وهو في مواطن العمل عندهم، هذا معروف أن فيه إنفلونزا، يعني يبعدون يبتعدون عنه، نعم يحرصون عليه قدرهم، وهذا الحقيقة جيد، يعني إذا وجد يعني هذا أو يصلي في أطراف الصفوف إذا أمكن هذا، ويتحاشى يعني ملاصقة الناس في الأمراض المعدية، إن لم يستطع في هذا صلى في جهة يعني لا بأس به، ولكنه لا يلزمه في هذه الحالة أن إذا حصل فيه نقل العدوى أن يحضر مساجد المسلمين لما يحصل فيه من التأذي. حسنا إليكم. أحد الإخوة تفاعل مع البرنامج وأرسل رسالة يقول أنا مقعد، ما حكم تيممي للصلاة في البيت؟ نعم إذا كان الإنسان يستطيع، هذا الإنسان المقعد الذي لا يوجد من يخدمه، إن كان يمكن
أن يكون يعني قريب من ما أو من حنفية أو شيء من ذلك، أو يستطيع هو بعربيته أن يعني ينزل من السرير إلى العربية ويتوضأ إن كان هذا ممكنا ويدخل في طاقته، فكما ذكرت في قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يدخل هذا يعني تحت طاقته. إن كان لا يستطيع كبعض المرضى الذين يشق عليهم القيام والقعود والتحرك أو يحصل لهم يعني من المشقة البالغة في ذلك، فإنه يتيمم، لا بأس أن يتيمم، يجعل عنده يعني شيء من إناء أو شيء يكون فيه شيء من تراب يعني يتيمم به، لا بأس بهذا. وإن لم يجد حتى هذا يتيمم على فراشه أو على الأرض الذي هو فيها إن كان يستطيع النزول من فراشه أو سريره، والله أعلم. طيب نأخذ الأسئلة التي وردت عبر أيضا الواتساب. هذا السائل الكريم سؤاله طويل، يسأل عن بعض المساكين الذين لديهم اختلال في العقل، قد يكون بعضهم من المصنفين من حيث الجنون، ويبدو لي شيخ أن الجنون طبقات أو درجات بحكم ما نرى من أمراض الآن والتقدم العصري في الكشف عليها، صارت تسمى أيضا درجاتهم بحسب ما لديهم من أمراض وراثية وغيرها. مثل هؤلاء يقول يتواجدون في كل فرض وقت ويصفون مع الإمام ويقلدون الإمام، لكنهم يتلفتون كثيرا طيلة الصلاة، هل يجوز منعهم من المسجد والحالة هذه؟ هل يجوز منعهم من المسجد أم هذا حق لهم ولا يجوز منعهم؟ أولا يعني قبل أن نتكلم عن هذا السؤال الحقيقة يعني هنا أمر مهم، وهو أنه يحصل من بعض الناس، بعض يعني الناس في المساجد تضايق من حضور الأطفال أو حضور يعني الذين لم يبلغوا السن السابعة أو التاسعة أو العاشرة، فأنا أرى أن هذا يعني لا يليق بهم، لأن الذي ينبغي هو إحضار الأولاد لا طردهم من المساجد ولا يعني إخراجهم من المساجد. وقد كان هذا في زمن النبوة كما في الصحيحين وغيرهما في عدة أحاديث أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهاهم عن ذلك، بل إنه كان كما في الصحيح كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي، وصلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت ورثه أيضا، نعم، وكذلك في قصة الحسن أو الحسين لما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حضر اللعب يعني ما حضر الصلاة، وقد يعني فعل اللعب هو الطفل يعني فعل اللعب يعني لم يأتي يصلي، نعم، فيعني أراد هذه الشريعة عظيمة تحب أن يبكر بالناس إلى شهود الجمع والجماعات، وهذا مظهر من مظاهر الجمال في الإسلام، يعني يكون هذا شيء عظيم. ولا أرى الحقيقة أحيانا يحصل في بعض المساجد لغط يعني لغط وهيشات يعني بكل أسف، وسببها يكون طفل، لا ينبغي أن نتحمل مثل هذا، وهكذا نتحمل بعض الناس الذين يأتون ولو كان فيه قصور في ثيابه أو قصور في يعني شيء من رائحته، قدر الإمكان نعم نوجهه، ولكن لا ينبغي منع الناس، وكذلك تنفيرهم من يعني شهود الجمع والجماعات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي أن هذا الإنسان الذي إذا كان يحصل منه مرة عارضة مثل الطفل ولا مثل المجنون أمر يعني عارض، فهذا يعني ينبغي أن يتحمله الإنسان، لكن إن كان هذا يتكرر كثيرا ودائم ومع شخص معين أحيانا، هذا الذي نحن فيه ينبغي على ولي أمر هذا الطفل المجنون مثلا أن ينتبه ولا يحضره معه، لأن حضوره لا منفعة فيه إذا كان مجنونا، بخلاف ما إذا كان عاقلا وهو طفل ولكنه طفل صغير. المجنون تعرفون أنه رفع القلم كما في حديث علي في السنن ومسند، فالذي ينبغي أن لا يحضر هذا المجنون قدر الإمكان، أحيانا قد يضطر إلى حضوره، قد يحتاج إلى حضوره، كان يكون الأب لا يوجد أحد في البيت إلا هو وهذا الطفل المجنون أو شبه ذلك اللي أمور عارضة، وأبوه ذهب به للمستشفى وصلوا في مكان يعني، لكن الأمور العارضة ما نتكلم فيها، نتكلم عن الأمور الدائمة. الأمور الدائمة هي التي ينبغي على ولي الأمر أن يحتاط لذلك، وينبغي أن تنزه المساجد عن كثرة اللغط فيها، أما اللغط العارض فهذا يعني قد بين الشرع الأمر فيه، والله أعلم. لدي أيضا سؤالان مهمان حقيقة في شأن حوادث الطرق، جنبني الله وإياكم ومشاهدين مشاهدات مغبتها و لأواءها.
يقول السائل: لو سمحت أنا بسأل، أخوي حصل له حادث وتوفي الطرف الثاني والخطأ كان على الطرف الثاني 100%، هل عليه صيام؟ صورة أخرى أيضا يقول: ارتطمت سيارتان أمامي وكانتا مسرعتين وكانت سرعتي بين 100 و90، فحاولت أن أتفادى ما خرج من قطع تلك السيارة، إلا أني اصطدمت بإحدى القطع كانت سوداء، ضمنتها قطعة بلاستيكية أو نحوها أو قطعة أثاث، فتبين له بعد وقوفها أنها إحدى النساء وأنها توفيت من جراء هذا الارتطام. المرور قالوا الخطأ يتناصفه من تسبب في الحادث، أنت لا شيء عليك، يسأل عن صيامه، وهذا أيضا يسأل عن صيامه. هذه الحوادث هي 3 أقسام، إما أن يكون الإنسان فيها مباشرا، وإما أن يكون متسببا، وإما أن يكون لا مباشر ولا متسبب بل مخطئا عليه. والصورتين التي ذكرت هي هو مخطئ عليه، يعني إذا أخطئ على الإنسان فنفينا عنه الضمان كما قال الفقهاء، ما صار عليه دية، يعني لازم في 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 الصورة الأولى والثانية في المباشر والمتسبب فإنه لا كفارة عليه، وهذه قاعدة عندهم، يعني قاعدة عند الفقهاء نصوا عليها أنه إذا لم يكن الضمان فلا كفارة، وحيث وجب الضمان وجبت الكفارة. هذه قاعدة هي ينبغي أن يحفظها يعني هذا الإنسان. وإن كنت أنا الحقيقة لا أحب من أن أتكلم يعني في مثل هذه الأمور، الذي ينبغي عرضها هو على القضاء، لكن لو حصل صورة في هذا الشيء ما ندري نحن هل هذا فعلا 100% عليه. رأيتم إن برأهم من القضاء، يعني هذان نعم برئا في القضاء، هذا الكلام كله على على هذا على هذا الأساس، أنه لو حصل أن تقرير المرور يعني أو كذلك عند القاضي رفع إلى القاضي وقال يعني هذا، فهذا الكلام يعني انتهى منه هذا الإنسان بإنفاذ القاضي لهذا الحكم. فإذا القاعدة أنه إذا كان الضمان فثم الكفارة، وإذا انتفى الضمان انتفت الكفارة، والله أعلم. نأخذ أسئلة السائلين عبر اتصال. مهند من العراق يسأل سؤالا أحسبه يعني أرجو أن يكون عاما لمن يتابعنا الآن ممن يشتغلون بالصرافة أو المتاجرة بالعملات. طبعا الصرافة هي صورة المتاجرة بالعملات الإلكترونية الحديثة لكن قديمة. الصورة يقول: أنا أعطيهم بالعملة العراقية وأخذ العملة بالدولار بعد أسبوع 7 أيام، هل هذا يجوز؟ أعطيهم طبعا يبدو الصرافة تعتمد بسعر إعطائهم إياه للدولار. هذه الصورة التي ذكرها السائل الكريم لا تجوز، وهي من ربا النسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، والفضة بالفضة يدا بيد، إلى آخر الحديث كما في الصحيحين وغيرهما. فهذا الذي يصنع هذه الطريقة من في بيع العملات بمعنى أنه يعطي بالريال ويأخذ بالدولار ولكن ليس يدا بيد، هذا من ربا النسيئة. إذا كانت هذه العملات أجناس، أما إذا كانت عملة واحدة فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة أيضا. إلا أن السائل الكريم كأنه يشير إلى المسألة الأولى، وهي أنها عملات مختلفة ويأخذون على ذلك أجرا، يعني أجر الفائدة التي يجنونها من هذا هو عين الربا. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى ويترك التعامل بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. معي اتصالان كريمان، الأول من أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أختها مع الاعتذار على التأخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تسمح يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا عندي جاني قبل أسبوع حشرات على وجه البيت، اللي هذه الحشرات الطائرة، وأمس العصر لأنها بنت لها زي العش على واحدة من الدرايش البيت، شوف وتجمعت يعني أكبر من التفاحة شوي، ولا أقدر يعني أنا أخلعت منها وأخلع منها أطفالي ولا أقدر أموجها ولا. طيب سؤالك وشو سؤالك؟ ولا شيء، في عفاز طاير حشرات طايرة. طيب أنت تسألين عن قتلها مثلا؟ هي أنا أموجها طيب. أو لأنها أودت شوي
ولا أقدر هي يعني أبشري. الكمية الكبيرة. طيب سؤال آخر. لا الله يعطيك العافية. طيب شكرا لك. معنا أيضا من أبو عبد العزيز من العراق، تفضل أبو عبد العزيز. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل. الشيخ بدون زحمة سؤال شرعي. تفضل. زيد فضلك شيخ، هل يجوز أخذ يعني أتزوج أنا وابني يعني الأختان؟ طيب سؤال آخر. جزاك الله خير. شكرا لك. محمود من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، هلا بك. حياكم الله جميعا. السؤال الأول بارك الله فيكم، ما هو الخدع المنهي عنه شرعا؟ لأنه كثرة القصاص والخلافات بشكل ملحد. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، هل لمن كان يتعامل بالربا من توبة، وكيف يتخلص من المال الذي حصل عليه من الربا؟ بارك الله. طيب يا إخوان لا ترفعوا سمعت أرجوكم، أنت مش حتجيبها البر يا باش مهندس. أمت والله من أختي الكريمة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا عندي مشكلة، يعني كل حاجة بتبقى مبين في البيت، مثلا لما أقرأ قرآن تجي أفكار غريبة كده يعني، وكل حاجة كده بتشيل هم يعني، وحتى حياتي تعبانة شوية يعني، وأنا أنا محفظة في الدار يعني، فبحس نفسي إن أنا مثلاً لبس بقر كويس، إن أنا حسي بالدار، بس هو محتاجيني خالص يعني. ما أنا سامع شيء يا أختي أمة الله، وش عندك بالضبط؟ يعني أنا مثلاً إيه بلقى مثلاً لما أروح أشتري حاجة مثلاً أحس نفسي إن أنا مثلاً ما دفعتش حقه، مع إنه رغم ذلك زوجي يكون معي وبيحكي على كل حاجة يعني. ما فهمت شيء. الأخوة في الكنترول خذوا سؤالتك. هذا هو أنا أختي أمت الله أمت الله أمت الله انتظري أخوان في الكنترول، شوفوا شغلكم، خذوا سؤالها أو أسئلتها. تكفون لا ترفعوا السمع لأن الحديث يحتاج إلى تفصيل. إذن شيخ الكريم حديثكم قطعته للاتصالات خارج خارج السعودية. العملة إذا كان بينهما مدة مصارفة بينهما، نعم، مدة زمنية لا تجوز. نعم لا يجوز هذا. من شرط التصارف القبض، وإلا كان مريبا نسيئة، سواء كانت عملة واحدة أو عملات أو عملات. لكن إن كانت العملة يعني إن كان هذا الإنسان مصارفة مؤجلة وهي عملة واحدة، فهذا مريب الفضل والنسيئة. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يفعل هذه المصارفة، يجب عليه أن يكون يدا بيد. أما إذا كانت من عملات مختلفة فهي أجناس مختلفة، لو تفاضل بعضها على بعض $1,000 بـ 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 بس المهم تكون في المجلس نفسه. نعم بجنيه ولا بريال ولا بدينار مختلفة، لو تفاضل بعضها على بعض لا بس، ولكن يدا بيد. طيب واضح مهند، لازم يكون يدا بيد. والله يربحك بالحلال ويغنيك به عن الحرام. أحمد بن ليبيا يسأل عن من يسب الله جل في علاه، قال هل يجب قتله؟ طيب لحظة شيخ، هل قتله لكل أحد؟ أولا سب الله تبارك وتعالى هو أقبح جريمة يفعلها الإنسان يعني في حياته، نسأل الله العافية، المولي للنعم والمتفضل بها سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حركة وسكون، ومع ذلك هذا يسب الله تبارك وتعالى، هذا لا شك يعني عند عامة أهل العلم في قتله بإجماع أهل العلم. لكن الأمر الآخر الذي ذكرتم أنه ليس لكل أحد أن يقتله، ولا يحل للإنسان أن يفتات على الإمام في قتله، والواجب رفع مثل هذا يعني إلى الجهات المختصة لتنظر فيه، قد يكون عنده مرض نفسي، قد يكون عنده انفصام شخصية، قد يكون عنده يعني انهيار عصبي، قد يكون عنده يعني يغضب غضبا نعم أو لوثات أو شيء، يستطيع هم معالجته، إحالته إلى الجهة التي تختص بعلاجه أو لمناقشته في الجهات العلمية المختصة بنقاشه. الله أعلم. أحسن الله عليكم. إنما أفراد الناس يعني
تبرأ ذمتهم بإيصال أمره إلى صانع القرار أو من بيده الأمر. يسأل عن ما يجب على المسلم من حيث التقعيد، ما يجب على المسلم أخذه من شعر جسده وتعهده، ثم يسأل عن المدة كم يوم، يعني الشعور التي تخرج من جسد رجل في الحال العامة أو في الأضحية؟ لا العام العامة. نعم الحال العامة هي 40 يوما كما في حديث أنس، يعني وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو 40، لا نزيد على 40. فهذا إذا كان في هذا الإنسان يعني لمدة 40، وإن كان الأولى أن يكون قبل ذلك، لأن الناس يختلفون في طول الشعور والأظفار وغيرها، الناس يختلفون في قدر النمو أو النماء فيها، ولكن أمده كما في الحديث 40، ولا ينبغي للإنسان أن يزيد على ذلك عند عامة أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الإخوة مشكورون، أعطوني أسئلة سؤالي أختي أمة الله. طيب محل هذا الشعر الإبطان والعانة الشعور هي يعني لها أقسام في جسم الإنسان. أيوة طيب. فقسم يعني لا يجوز حلقه وهو اللحية، وقسم يستحب يعني التخفيف منه، والحاجبان أيضا. نعم وكذلك النمص، أحسنت. أيوة. القسم الثاني الذي أيضا يستحب تخفيفه لا حلقه هو الشارب، شارب الإنسان تخفيفه وهو الأولى عند جمهور أهل العلم. أيوة. والقسم الثالث هو قسم الجائز، وهو حلق الشعر ما لم يكن في حج أو عمرة، فإن في الحج السنة أن يكون فيه الحج الحلق وفي العمرة التقصير، ولا سيما إذا كانت قريبة من الحج كالمتمتع والقارن كالمتمتع. وأما بالنسبة لبقية الشعور فهي جائزة، يجوز الإنسان أن يأخذ منها مثل شعر اليدين وشعر الساقين وأشبه ذلك، هذه جائز يعني ليس فيه ما يمنع من يعني من يعني من الأخذ من الأخذ منها، ليس فيه ما يمنع والله أعلم. الواجب فقط العانة والإبط فقط، هذا يعني يستحب الإنسان أن يعني يحلق. نعم يعني في خلاف بين أهل العلم هل يجب هذا أو لا يجب، لكن يستحب الإنسان عند أكثر أهل العلم أن يحلق عانته لأنها من سنن الفطرة. أم عبد الله من السعودية تسأل عن حشرات في واجهة منزلها وربما أيضا على نافذتها لغرفتها، عددها كبير جدا، تقول يعني أنها تخشى أن تتأذى زوج، يعني لها متأذية منها وتخشى أن تزداد الأذية منها، كيف تصنع بها؟ هل لها أن مثلا تصرفها أو تقتلها؟ الحشرات التي تدخل على الإنسان في مسكنه أو في خيمته أو في يعني خبائه أو في أي مكان يكون فيه يعني قد سبق إليه، هي قسمان، قسم يحصل منها منه التأذي المباشر إما بالكثرة وإما بكثرتها هي كثرة أو كثرة أو نوعية إذائها، فإن هذا كما قال العلماء هي من جنس الصائل الذي يجوز دفعه حتى لو لم يكن دفعه إلا بقتله. والقسم الثاني لا، يكون قريبا من مسكن الإنسان لكنه يتوقع الضرر منه، مثل هذه التي تقول الأخت السائلة على يعني نافذتها. فالذي ينبغي في هذا الإنسان أن يسلك سلوك عدم قتلها إن لم تكن من الخمس التي أمرنا بقتلهن في الحل والحرم، فينبغي لها أن تأخذ رشاش الماء هذا علبة الماء هذه وترشها، وهي تبتعد في الغالب أن هذه الحشرات تبتعد من المياه، إن كان لا تبتعد من المياه فإنها ينبغي لها أن يعني تأخذ البخاخ هذا الذي المبيدات هذه لا بأس بها، أي ولكنها لا تقتلها، ينبغي أن ترش رشها ورشتين حتى تبعدها، لأن هذه الحشرات معروف عنها أنها إذا حست بالخطر ذهبت. أما قتلها ابتداء فهذا لا يحل الإنسان أن يقتل ما لا يضر من خلق الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. أبو عبد العزيز من العراق يقول ما حكم أن يتزوج الأب والابن أختين؟ لا بأس، يعني يكون هو عديله الأب هذا
الأب وولده لا بأس بذلك. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يذكر المحرمات حصرهن في قوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتمهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان. ثم قال: والمحصنات من النساء. فهذه التي حرمنا سبع ب يعني النسب سبع وبالمصاهرة وبالرضاع، هذا هو يعني الذي يحرم، أما هذه ليست من هذه الأشياء التي نص عليها. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أحيانا شيخ الكريم يكون الأب مثلا قد عقد على فتاة ولكن لم تتب الخطبة، هل لابنه أن يخطبها ويتزوجها قد عقد عليها أبوه؟ لا أدري، الله أعلم. طيب، محمد من السعودية يسأل عن القزع المنهي عنه. تأذن لي شيخ الكريم قبل الحديث عن القزع، وقد سبق يعني في البرنامج بيانه كثيرا. القضية شيخي في القزع الآن الحديث أنه غير كونه مثله شيخي، أنه فيه تشبه ظاهر ببعض الكفار في اللعب، في اللاعبين وكذا، المغنين، أهل الفن، وظاهر يعني تراه تتذكر هذا ذلك الرجل. كون هذا القزع شيخي ينتشر بين شبابنا ومن أطباء ومهندسين وكذا وناس عليهم شرحة، هل يعفيهم يعني يجعله غير محرم للتقليد كونه انتشر؟ طبعا يعني يبدو أن الأخ السائل الكريم يعرف الخلاف بين العلماء في هل يحرم القزع أو يكره. هو جمهور السلف على أن القزع يكره، لكن تأتي مسألة الحقيقة ليست هذه التي نريد أن نتكلم عنها. المسألة هي المسألة الخلقية والمسألة الأقبح منها، وهي المسألة الودية في القلب. فإن المشابهة في الظاهر تدل على مشابهة في الباطن، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. وأن أنصح هؤلاء أن يقرأوا يعني هذا الكتاب أو مختصره، قد اختصره يعني جمع من المشايخ منهم الشيخ وليد إدريس، له مختصر جيد في هذا في جزء صغير. فالمشابهة في الظاهر التي تحصل لا تقتصر على الشعر، تبدأ من الشعر وتنتهي بالقلب، نسأل الله العافية، حتى يكون الإنسان يحب هذا الإنسان ويواده، بل يؤثره على طاعة الله تبارك وتعالى. ها هنا كان طريقا إلى مساخط الله تبارك وتعالى ومعاصيه. فلأجل ذلك يعني يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في مثل هذا، والله أعلم. الله مستعان. طيب، يقول عن الربا: من كان يتعاطى الربا أو يعني سلك سلوكا ربويا في الاكتساب أو فيه ربا وهو الآن تعب، كيف له أن يتخلص من ماله؟ هذا الإنسان قد قال الله تبارك وتعالى له: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الإنسان عليه أن يتخلص يعني من هذه الأرباح التي جاءته، أو هذه المفاسد التي جاءته، والخبائث التي تحصل عليها من الربا. وهذه الأموال التي أخذها من الربا إن بقي له رأس ماله فهذا هو الذي يعني يبرئ ذمته عند الله تبارك وتعالى، يأخذ هذا المال الذي حصل له بواسطة الربا ويجعله في أماكن لا يعني تدخل جوف مسلم أو جوف فقير، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يجعلها في رصف الطرق وإنارتها، وفي عزكم الله والمشاهدين في الحمامات العامة وأشبه ذلك، يعني ينفقها في ذلك، فهو أولى به، وهذا أصح الأقوال لأهل العلم في هذا الباب. نيته في إنفاقه ليس التقرب إلى الله إنما التخلص. نعم، لا يحتاج إلى نية ولا إلى شيء. أمة الله من السعودية لها سؤالان. سؤالها الأول تقول: طبعا هي محفظة قرآن، إنما ابتليت ببعض الوسواس وزاد معها هذا الوسواس، يزيد معها مع تلاواتها القرآن، هل يقال في شأنها أن هذا ابتلاء من الله عز وجل كونها محفظة؟ أولا الحقيقة أن هذه الوساوس
يعني التي تحصل للإنسان عند وجود طروء الوساوس عند يعني أبواب التعبد هي علامة على صلاح الإنسان. طروء العبادة نعم وساوس على دخول التعبد. دخول هذه الوساوس على الإنسان في حال تعبده سواء كان قبل ابتدائه أو أثناءها أو يعني بعدها، هذه الوساوس التي تحصل للإنسان هي من علامة صلاحه ليست من علامة فساده. الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما شكى إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل في أنفسهم من يعني هذه الوساوس، يعني قال يأتي أحدكم الشيطان فيقول هذا الله خلق الخلق ومن خلق الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما في رواية مسلم قال لهم أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وأشار إلى عثمان بن أبي العاص كما في الصحيح، وقال له عليه الصلاة والسلام لما أخبره بما حصل يحصل له في الصلاة من وساوس الشيطان قال إذا حضرك يعني الشيطان فانفث عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله. وأخبر عثمان بن أبي العاص أنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عنه ما وجد يعني في صدره. فعلى الإنسان أولا أن يوقن بأنه يعني رجل صالح وإلا ما يأتي الشيطان البيت الخرب. الأمر الثاني ينبغي للإنسان أن يجد قوة يكون فيه قوة بكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إذا حصل له ذلك فإنه سيشفى بإذن الله. الله مستعان. تقول وردت إلي من أحد ما أدري الطفل لم أستبن سؤالها، وردت إليها ريالات أو مبلغ مالي، تقول لا أدري من مصدره ولا أدري من يعني أعطاها إياه أحد الأطفال أو إحدى الطفلات، كيف تصنع به؟ 5 ريالات لا تتعلق به همة أوساط الناس. لا بأس، يعني إذا وجد الإنسان مثل هذا المبلغ، بس نشترط أن لا يكون المكان محصورا بمعين. إذا كان محصورا بأشخاص معينين مثل كونه في فصل مدرسي نعم. أو في قاعة في الجامعة أو يعني في مكان محصور معلوم فيه الناس الذي يعني يقيمون فيه، فإنه هذا لا يجوز لها أخذه، إنما يجب عليها أن يقول للناس المحصورين هؤلاء المعروفين يقول لهم هذا المال لمن. وأما إن كان في مكان غير محصور كالأماكن العامة الأسواق والشوارع والبراري وغيرها فهذا لا بأس بأخذه، لأنها لا تتبعه همة أوساط الناس. والله أعلم. تفاعلا مع حديثكم في قضية الحشرات الغير المؤذية والتكاثر، تقول السائلة الكريمة والسائل يقول في بيتنا نمل اللي يقرص ولا تبتعد عن بيتنا وتكثر في يوم الجمعة بالذات. بعض أنواع النمل شيخ سواء كان صغيرا أو كبيرا يكون مؤذيا شيخي، فهل يترخصون في هذا؟ ذكرنا نحن أنه من القسم الأول، يعني بعض الدواب التي تدخل إلى البيت وهي معروفة بالإيذاء فالإنسان أن يدفعها من جنس دفع الصائل، يدفعها بما يقدر عليه، إن كانت لا تتم إلا بموت بعضها لا تدفع إلا بموت بعضها له أن يميت بعضها. لكن يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في مثل هذه الحشرات لأنها خلق من خلق الله عز وجل، لا يجوز له ابتداء أن يعني يقتلها قتلا إنما يزعجها حتى تخرج. أصلي عليكم. والله أعلم. إحدى السائلات الكريمات أم عبد الرحمن تقول كيف تجملون الحديث في شأن سجود السهو، متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ أولا يعني سجود السهو لو سجد ما قبله ما حقه أن يكون بعد السلام فسجد قبل السلام صح باتفاق أهل العلم، وكذلك لو كان العكس فيجوز الإنسان أن يسجد لما حقه قبل السلام يسجد بعد السلام. لكن المشهور من المذهب وهو من أقوى ما قيل في هذا الباب أن سجود السهو كله قبل السلام لأنه من الصلاة، وإلا في صورة واحدة وهو أن الإنسان يسجد إذا كان من نقصان نقص فإنه يسجد له ما بعد السلام، يأتي بالركعتين التي أنقص ويسجد لذلك، فإذا سلم سجد للسهو ثم سلم. هذا يعني دليلها حديث ذي اليدين، وهذا يعني من أقوى ما قيل. والقول الثاني وهو قول قوي كذلك في مذهب أحمد وغيره أنه إن كان من زيادة سجد لها بعد السلام، وإن كان من نقصان سجد له قبل السلام، وإن كان من شك سجد له قبل السلام، وهذا أيضا
يعني هذا القول قوي، فإذا كان الإنسان يعني فعل الأول لا بأس به، وإن فعل الثاني لا بأس. الشك مع غلبة الظن يسجد لهم قبل السلام. قبل السلام. نعم. بالنسبة لمن سلم قبل تمام الصلاة، هذا في حال النقصان، نقصان يأتي بنقصانه ثم يسجد له بعد السلام كما في حديث ذي اليدين. أحسن الله إليكم. بالنسبة للمسبوق شيخ الكريم في المساجد، إذا كان السجود بعد السلام وسجد الإمام بعد سلامه وسجد معه من ابتدأ الصلاة معه، المسبوق عادة بعد السلام يقوم يقضي، هل له أن يسجد بعد سلامه؟ ليس له أن يتابع الإمام في تسليمه، بل يجب عليه أن يقوم، لأن سجدتي الإمام في هذه الحال هي خارج الصلاة. لا، هو ينتظره. بعض رأيت بعض المسبوقين، لا أدري هل له سلف، هل نعم قد اختلف أهل العلم هل يعني يبقى في انتظاره، يبقى ما يسلم ثم يسجد. بعض أهل العلم يخير في هذا. أيوة. لكن الذي يجب أن يعرفه الإنسان، يعلمه الإنسان، أنه لا يسلم معه. هم هذا يكاد يكون باتفاق أهل العلم لا يسلم معه، لأنه إن سلم خرجه من الصلاة المأموم. طيب المأموم سيخرج من الصلاة. لا طيب هل ينتظره الحل حتى الحل ماذا يصنع؟ إما أن يبقى على قول بعض أهل العلم حتى يسلم الإمام ثم يقوم. طيب وبعض أهل العلم يقول لا يلزمه ذلك، يحتاج إلى دليل. فيقول إذا سلم الإمام يقوم خلاص انتهت الصلاة، أنت بانتهاء. وهذا هو ظاهر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ولا يعني مثلا أن يتأمل حاله حال إمامه، هل أدرك سهو الإمام أو لم يدرك، ويشغل نفسه وخاطره في لا 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 يشغل. نعم. طيب سيما إذا كان لم يدرك السجود هو. طيب ليس له أن يعني يتابع الإمام في ذلك. هذا الإخوة فريق الإعداد ذكروني بسؤال أيضا ورد من بعض الإخوة، قالوا إمام ذكر في نبها ولكنه لم يسجد واجتهد، كلموه الجماعة قالوا خلاص فات موضع السجود يبدو قول السلام. وعلى كل حال المشهور مذاهب الأئمة الأربعة أنه إذا فات محلها، يعني في قول جمهور العلماء، يعني في قول جمهور العلماء أنه لا يلزمه ما دام فات الوقت وتفرق الناس. ومن أهل العلم كما هو قول في مذهب أحمد وغيره، يعني من يرى أنه يسجد ولو بعد سنة، كما وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. على كل حال يعني الأمر في هذا إن شاء الله، يعني أرجو أنه لا بأس به. طيب نختم باتصال كريم من أبي أسامة من السعودية. تفضل أبا أسامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك. أنا عندي سؤال، أنا أخذت بطاقة فيزا. أيوة. أخذت بطاقة فيزا فعلى علي أذ من أدري إنها حرام، بس أخذتها من فزادوا علي 1000 ريال، أخذت 1500 يبغى مني 10500، ماذا علي؟ يعني بطاقة الفيزا التي أخذتها يأخذون مبلغا زائدا إذا تأخرت عن السداد. أيوة، حتى لو ما تأخرت عن السداد، أنا أخذت منهم 9500 وتأخرت عن السداد قال عليك 10500. طيب لو ما تأخرت، لو سددت في حينه ما يأخذون لك شيء؟ إلا يأخذوا علي تقريبا 300 فيها. طيب سؤال آخر أبو أسامة. هذه هنا. أيوة السؤال آخر، يعني الله صلى الله عليه وسلم للتلفزيون، أما هل يجوز في البيت؟ أبو أسامة الفيزا في السعودية؟ لا التلفاز. أيوة في السعودية بنك الأهلي. أنت شلون تقول التلفاز؟ شو دخل التلفاز؟ لا أنا سألتك على التلفاز، هل يجوز في البيت الدش، هل يجوز تدخل البيت؟ طيب شكرا لك. شكرا لك. يقول أخذت فيزا في حال وتأخرت، هم طبعا حتى لو سددت في حينه يأخذون عليك 300 ريال ونحوها زيادة، ولكن تأخرت سيأخذون علي 1500 زيادة. على كل حال الفيزا إذا كان يؤخذ على الأموال التي تؤخذ منها، ما الذي يأخذه الإنسان قرض، لا يحل البنك ولا لغيره أن يأخذ عليه زيادة إذا كان قرضا. أما إذا كان ما يسمى بالتمويل، يعني التمويل الشخصي هذا اللي بالتورق وأشباهه، فهم يقسطون عليه يبيعونه سلعة ثم يعني يحصل أنهم يأخذون عليها يعني زيادة، إذا كان هذه صورة وهذه صورة. طيب. نأخذ اتصال، بس آخر اتصال، لا تغرفون سمع الله يرحم والديك، ترفع السماعات ورط مع اللي يتصلون، لا نقدر نجاوب عليها وحرام يعني خسرهم. تفضل يا أخت الكريمة. تفضل أخي الكريم، من معنا؟
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. تفضلوا. أم عبد الصمد من الجزائر. أهلا بك يا أم عبد الصمد. تفضلي. شكرا شيخ. عندي سؤال واحد فقط من فضلك يا شيخ. تفضلي. بالنسبة لأذان الفجر بالنسبة لقيام الليل، قيام الليل قبل الأذان الثاني، هل أستطيع أن أصلي ركعتين قيام الليل بربع ساعة قبل الأذان الثاني؟ ربع ساعة، ربع ساعة، هل تعد هذه الركعتين قيام الليل أو أبشر. قبل الأذان الثاني يوافق وقت صلاة الفجر صادق عندكم؟ ربع ساعة. طيب شكرا لك يا أم عبد الصمد. طيب شيخ الكريم، أدش في المنزل، عفوا قطعتكم عن إجازة فيزا، إجازة الفيزا. أيوه، هي هما يعني صورتان. لأن ترى الوقت دقيقة. الأخ السائل يعني يجب أن يفرق بين الصورتين. أيوة. إذا كان مجرد قرض أخذه. لا قرض بس. أي قرض ما يحل لهم، لا يجوز لهم يا شيخ. طيب بس دخل معهم. لا يحل له أن يدخل أصلا. الله يهديه. وش يسوي طيب الحين؟ دخل. هو أصلا سيد يعني يدفع الربا. نعم، يدفعونه بالقوة بكل أسف. طيب. فالإثم عليهم هم، والإثم عليه عليه أن يستغفر الله عز وجل عن الدخول مع مثل هؤلاء. بقي دقيقة ولازم نجيب عليها كلها شيخي. الدش بإجمال. الدش وهذه الأجهزة الحديث هذه إن استعملت، قد أجيب مئات المرات عن هذا، إن استعملت هذه الأشياء في الخبث والخبائث لا يحل الإنسان. طيب قيام الليل قبل الأذان الثاني أظنها تعني أذان الفجر الحقيقي يعني. الذي يمسك من الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في الصحيحين إلى الأعرابي الذي سأله عن صلاة الليل وسأله عن الوتر، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. آخر سؤال معليش، يقول هذا السائل الكريم، يقول ما صحة هذا الكلام قبل صلاة الظهر وقت عظيم، وأنه وقت تستجاب فيه الدعوة، وأن الرسول عليه السلام كان يصلي قبل الظهر ويطول الركوع والسجود، وفضلها كأفضل أو كفضل صيام صلاة الليل؟ قد ورد في ليس بهذه الصورة. قد ورد يعني أنها تفتح، يعني أنها تفتح أبواب السماء في صلاة أربع ركعات. قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يعني لين، لكن على الإنسان أن يحرص إذا كان حريصا على هذا لا بأس به بالتنفل قبل الظهر، بس ما لم يأتي وقت النهي وهو حين يقوم قائم الظهيرة، يعني تكون الشمس فوق رأس الإنسان. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بهذه الإجابة الضافيات نصل إلى ختم هذا اللقاء الذي مضى على عجل، مع وعد إن شاء الله أراد مد في العمارة على طاعته أن نمد الحديث في شأن إجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. ونبه الإخوة والأخوات الكرام المتابعين والمتابعات إلى أن برنامجكم لم يتبقى منه إلا قريب أسبوعين فقط أو ثلاثة، يتم عامه الأول. الحقيقة أن صدى المشاركات عبر الواتساب وعبر أيضا البريد الإلكتروني لم تصل إلى المستوى المأمول حتى تساعدنا على إحصاء عدد المتابعة الحقيقي لهذا البرنامج، والذي على ضوئه ينبني عليه بدء عام أو الاستمرار في عام آخر. أرجو مزيد من التفاعل إن كان من يشاهد الآن يعني يطلب استمرار هذا البرنامج بالذات. أختم هذا اللقاء بالشكر والحمد لله جل وعلا، أولا وآخرا، ظاهرا وباطلا، كما في المبدأ على تم، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد في وزارة التعليم. شكر الله لكم. ولكم شكرا. إذا شكرا لشيخ الكريم، شكرا لكم، ألقاكم على خير قبل 55 دقيقة من الغد، وأنتم بصحة وسلامة، مع دعائنا بالنصر والتمكين لإخواننا المضطهدين والمجاهدين في مشرق الأرض ومغربها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف